هو تبدا بعلاء علي وما يتقدم الزمالك او يكون في نوع ما جاب في نص الملعب بتنزل هاني سعيد، ليه النهارده بداتوا بهاني سعيد وقعدتوا علاء علي على دكه البدلاء؟ اولا يا كابتن خالد، انت لازم تعرف ان الكابتن حسام لما بيجي يقرا المباراه وبيتابعها في الفيديو في الماتشات اللي لعبها نادي الاسماعيلي مع بتروجيت والاسماعيلي مع فريق الاتحاد، طبعا الكابتن حسام بيحط طبعا التشكيل على رؤيته للمباراه وعلى قدرات اللعيبه الاسماعيلي. فاحنا ما عندناش، انت عارف ان الطريقه ما بتبقاش ثابته، لان انت عارف ان بتلعب الاسماعيلي، الاسماعيلي دايما نص ملعبه بيستحوذ، ولو استحوذ وركب المباراه كان ممكن يخلص المباراه في اي وقت. لكن انت بتحط التيم او طريقه لعبك، هل بيستوعبها اللعيب وبيقدر ينفذ او ما بيستوعبهاش؟ لكن انا عايز اقول ان يمكن الشوط الثاني لما فعلا الكابتن غير طريقته واستراتيجيه الشوط الثاني، حصل ان احنا وصلنا لجون اكتر من مره، ودي طبعا يعني بنقول ايه، ان كل لعيبتنا بتبقى جاهزه في اي وقت في المباراه. يعني احنا ما بنفكرش مين يقعد ومين ما يلعبش، لكن بنلعب باستراتيجيه على حسب طريقه واسلوب الخصم. كابتن طارق بنقول لك يعني جود لك، ويعني نتيجه اعتقد عادله. الحمد لله كابتن خالد. شكرا كابتن طارق سيدان المدرب العام. كابتن، الدوري اصبح قريبا جدا من النادي الاهلي؟ لا طبعا، الكلام ده مش مظبوط، لانه عدد النقاط لسه لم تستوفي الفارق بينه وبين المركز الثاني. لما يكون الفارق مباريتين وعدد النقاط سبعه، يبقى هنا نقول النادي الاهلي مبروك، النادي الاهلي اخذ الدوري. انما طالما عدد النقاط لسه لم يتعدى، فطبعا الوضع ده والماتشات صعبه، والماتشات صعبه، مفيش ماتش سهل، وفي حد